وفلوس وأنا لوحدي سكت حبس انفرادي في زنزانة واسعة متسوقة بارح زي النهاردة والنهاردة زي السنة اللي جاية. محقول أفضل في الملل ده طول عمري. القمر اللي كانت متزوقة لك. مش واخد بالي. الهانم ذات نفسه. يا نهارك اسود من ارض الخروب. انت اتجننتي؟ الهانم تتجوزناني؟ امال تتجوزناني؟ ده ما كنتش شايف كانت عاملة في روحها ايه عشانك يا متولى فندي. كانت متزوقة لك وحاطة كالوني وبتسبل لك في عينيه. سبت في عينيه؟ ايوه دي وقعه في غرامك لشوشتها. وانا فاكرها بتسبل عينيها عشان جالها رمق. ايدك على الحلاوه يا اخي. جاك حلاوه تلزق في حلقك لما تكتم نفس. ده جزات يا متولى فندي. انت اتجننتي؟ راح تخطبي له قوت القلوب هاني بنت كاظم باشا تنقل اللي انا بشتغل عنده. وياما هزقتني وهنتني. ديك الساعه لما تتجوزها مش هتستجري تعمل في كده. عليه العوض في عقلك. انت اتجننتي؟ لا انا من توبها ولا هي من توب. ده انا راجل فقير على قد حالي. لكن هي راضيه بيه عاجبها نفسها تتجوزك. إله يقطع نفسك انا مش متجوز. ها استنى بس ما تبقاش حمايه كده. اوعى كده مجنونه بتشتغل عند واحده يا جن منها.
هي مسعودة قلت له؟ لا هاني مجنون يا ست هاني، عشان اقول له خبط لزق كده النفر في الحاجات دي لازم يتقل لاجل ما يتعزز. طب على الاقل كنت لمعيله. انا قلت بلاش اجيب له سيره من اول مره عشان ما نبينش ان احنا ملهوفين على الجواز. مين اللي قال ان احنا ملهوفين؟ ولا ملهوفين ولا حاجه. اهو كده على مهلنه وحده المره دي. شاف حضرتك كلمته بالراحه وخدت وديتي معاه. المره الجايه اجسلك نبضه، المره اللي بعديه افاتحه في الجواز. ده هي كم مره؟ ما كفايه مرتين. طوعيني يا ست هاني طوعيني. داني لو جبتها له كده مره واحده خبط لازق يمكن من فرحته تجي له ساكت. بعد الشر ما تقوليش كده عليه. الف بعد الشر، ما هاني عشان كده واخده الحكايه واحده. بس وعك تكوني قلتي له ان انا عارفه حاجه. عيب يا ست هاني، ما هاني هبليه. بازنهم في مصر للأسف. الدنيا كانت نهار والشوارع مليانة، كنت هطلع ورا السلم عشان أخلص عليه، خفت لحسن يكون حد طالع ولا نازل، قلت هي باقية. الحمد لله اللي ما لقيتش فرصة تنفذ الجنان اللي في دماغك ده، عايز تقطع دير التعبان وتسيب دماغه. تنسيت زنهم ده عمل فينا ايه؟ ما نسيتش زنهم ودوره جاي، لكن ما نخسرش كل حاجة علشان متغاظين مني. زينهم ده كنز ليا. انت في حاجه في دماغك؟ طبعا، والمفروض انت تستنتج ايه اللي في دماغك. انا لا قادر استنتج ولا قادر اهبب. الغصمه دي من ولاد زينهم ده. برضه هيقول لي زينهم؟ يا بني ادم انت افهم، احنا عارفين ان زينهم ده دراع بيوب اليمين، يعني من غيره ما يقدرش يعمل اي عمليه. ايوه بس يعني يبقى وجود زينهم هنا في مصر معناه ان بيومي كمان موجود. طبعا ده وراه في كل حته، ما بيسيبوش زي ظله بالظبط. كويس، احنا بقى اللي يهمنا بيومي. زينهم من غير بيومي ما يسواش بصله، عشان كده انا عايزك تراقب زينهم، عينك ما تغفلش عليه ليل مع نهار لغايه ما مره يروح لبيومي. فاهم يا سامي؟ ايوه طبعا فاهم. وإنني ياقوت بعد كل هذه السنين سأعود إليك نادما على كل ما فعلته بك وبنفسي. علمتني الأيام درسا قاسيا دفعت ثمنه غاليا من دمي. وتأكدي أنه لن يمنعني هذه المرة إلا الموت. سامي نور الدين.
ملوش لزوم الخروج النهارده يا معلم، وان كان لازمك اي حاجه انا تحت امرك. المشوار اللي انا رايحه عايزينهم محدش يعرف يروحه غير يا ابني. انا عارف المشوار، عايز تجيب فلوس مش كده؟ طول عمرك ذكي يا ولد لذينه. صح ولا؟ ايوه صح يا ابني. خلاص لو مستأمني خليني انا اروح اجيب لك الفلوس، وبلاش انت، انا خايف عليك. طب وانت هتجيب الفلوس ازاي؟ قول لي الفلوس في انهي بنك، واديني الشيك لحامله، وانا اجيب لك اللي انت عايزه. الفلوس يا زينهم مش موجوده في بنك. مش في بنك؟ لو كانت الفلوس في بنك يا ابني كانت الحكومه عرفت طريقها. الحكومه ما بيستخباش عليها حاجه ابدا. صح، فاتتني دي. الحمد لله. يلا بينا يا زينهم. انا جاهز. قول لي يا زينهم، في موقف عربيات حنطور قريب؟ اخر الشارع اللي بعدين. بينا على الموقف. بينا. اتفضل. زينهم استناني انت هنا، ولو لقيت اي حد جاي حاول تنبهني، بتديني اشارة او تعطل واعمل اي حاجة. حاضر. من اولها لاخرها انا غلطانه يا ست سنيه؟ عملت غلط يا استاذ حسن؟ اديكوا سمعت اللي قالته. يخش عقلي مين ان اتجوز الهاني يا ولي؟ ده ابوها باشا، وانا جد الحصر، وابويا فلاحش قبل ده انا ذات نفسي بشتغل عنديه. كان لك ايه يا عم متولى فندم؟ إذا كانت الهارم ذات نفسها رايداك، أنت هتقول لا؟ ده أنا أقول لا وستين لا كمان، يا خالد إذا أنا بشتغل عنده. لكن عجب هي. ده أنتوا لو شفتوها وهي بتتزوق له ومستنيها على نار، كانت تصعب عليك. لا كانت متزوقة لك يا عمي. حتى الأبيض وأحمر وأسود. فعمال اسبب لي في عينيه، قال وانا من عبطي بحسب اني جالها رمى. كده يا عم متولي، الست تتزوق لك وانت تقول لا؟ الولي ايه وقع في غرامك يا عم متولي افندي؟ اتكل على الله واتجوزها التيكت. ايه حتى انت كمان يا اسطى حسن؟ حد يجيله الخير لحد عنده ويقول لا؟ ده حتى يبقى بطل على النعم. سمعت بودانك؟ دي ست طيبه يا عم متولي افندي وبتحب الخير للناس. ويا عيني وحدانيه. انت مش شفت عملت ايه مع علي اخويا؟ في حد في الدنيا يعمل كده؟ ايوه ما انا ما انكرش ده كله، بس ازاي اتجوز واحده كانت بتديني اوامر؟ هي صحيح بتحترمني لكن برضه ليها هيبه، ازاي بس اتجوز واحده انا هيبه؟ ما هو انت بقى لما تتجوزها مش هتهب؟ وافق بقى يا عمي،
دي الجوازه دي هتخليك من الاعيان. ولا انت خلاص عاوز تفضل كده ناظر عزبه؟ ما هو اشتغل عندها حاجه واتجوزت حاجه تانية. الا اتجوزت لازم تسمع كلامي، كلمتها انا اللي تمشي عليها مش كلمتها هي اللي تمشي عليا. ايه هو حد قال غير كده؟ بقى الهاني هتسمع كلامي لما حكم رايي في حاجه وتقول لي حاضر. الهاني لما هدومي تتوسع هتقعد على طشت الغسيل تاخدهم لي فم وتظهر لي غياراتي. ايه طب والهاني بتغسل ليه؟ وانا بعمل ايه؟ ما انا اللي باكنس وامسح واغسل وانا اللي بطبخ كمان. ايوه صحيح يا عم متولى فندم، الله ما تسيبك من حكايه الغسيل والطبيخ دي، دي مهما كان برضو هاني وما يصحش الهاني مرات سعاده البيه تعمل الحاجات دي. بيه لهنا بيه، انت لازم اتجننتوا كلكم. واحسن بيه كمان. وبعدين بقى متولى فندم يلا روح لهاني بقى عشان قلقت علي. يلا عم متولى روح معاها والف مبروك مقدما. ايه الكلفته دي يا اخوي؟ ما هو انت ان ما قمتش معايا نروح ليه؟ هينقطع عيش يرضى كده؟ يلا عم نتولى فندم اتفضل يا سعاده البيت روح معاه. يعني انتوا شايفين كده؟ طبعا انت لازم تروح لها وتقول لها على كل الكلام اللي نفسك تقوله لها. ان وافقت ان انت تبقى كلمتك هي اللي ماشيه في البيت هي اتجوزها. معلم اخرت جوه. معلش اصل كنت دافن الشنطه تحت الارض قوي. جبتها؟ ايوه. طب عنك انت يلا بينا. صلاه النبي. طبعا لازم اسمع كلامك، مش هتبقى جوزي؟ اسمعي كلام. انا قلت لك ايوه. يعني لما اقول لك يمين يبقى يمين، شمال يبقى شمال؟ يا سلام، نفسي من زمان اسمع الكلام اللي بتقوله ده. كده؟ طب انا ليا شرط كمان. ما كفايش رد بقى يا متولى فاهم؟ اسكت انت. ايه حاضر يا بيه. الله، ايه ده؟ اسكت كمان يا متولي. شرط يا ست هانم انك تعيشي في حدود الرزق اللي بعته لنا ربنا. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني جالي في شهر 2 جنيه تعيش في حدود ال 2 جنيه، 5 جنيه تعيش في حدود ال 5 جنيه، 20 جنيه تعيش في ال 20 جنيه، ما جاش يبقي تاكلي عيش حلال. طب وليه كده ما دام انا عندي فلوس؟ لا يا ست هانم، مش انا اللي مراتي تصرف عليه، لا انا اللي اصرف عليها، انا الراجل. ايوه بس لما هنتجوز هنبقى واحد، يعني فلوسي هتبقى فلوسك وفلوسك هتبقى فلوسي. لا، هنبقى اتنين برضه، ده جواز. يعني اتنين بني ادمين عايشين مع بعض. يعني لو اقدر اتكلم. اوعى تفتحي بوق بربع كلمه. دي شروط يا ست هانم، قبلتيها انا تحت امرك، ما قبلتهاش انت زي ما انت، وانا زي ما انا متولي ناظر العزبه مع ايقاف التنفيذ. طب بالعند شيك، انا موافقه. موافقه؟ موافقه؟ يا ست هانم هتتجوز؟ مش معقول. مين العريس؟ العريس منور قدامك اهو. كان يصدق ان متولي الحصري يتجوز الهانم بنت كاظم باشا صنقر؟ الناس لحد دلوقتي مش مصدقين. ايوه، وقال انا كنت فاكر ان متولي ده على نياته. على نياته ايه يا بلبيه؟ ده راجل سهن.
هو سن بعقل ده تعلب حويط نابو زارق. فضل ساكت ساكت لحد ما خلله الجو ونشن على 400 فدان تنشينة مظبوطة وراح لهفهم مزينا احنا خيبة. واحنا ايش درانا ان الدنيا مش بنتهي؟ لو كنت تعرف كنت جوزتك الهرم ذات نفسه كان زمانك راكب على عزبة باللي فيه. هرم ايه يابا اللي اتجوزها دي؟ ليه الدمش؟ الهالم الدمك؟ اه بقى الهالم المبطرخة العفية ببيت العز والفخفخة زي امك. واني بتكلم عن الغبرابة والفخفخة؟ ما بتتكلم على ايه؟ بقى ريحة الهرم اللي ترد الروح زي ريحة امك. ده احنا لنا 20 سنة مبطلين اكل بتاو ولحد النهاردة امك ريحتها بتاو زي ما اكون عامله من بتاو كولوني. وايه بقى لزمت الكلام ده بقى يا ابو دلوقتي؟ عشان بتقول الهرم قد امك بقى انا به درجة تانية وعمدة قد الدنيا واكبر حريمي تتكلم ببتاو وتقول الهرم قد امك. هو انا كل ما اجيب لك ست امي تشتمها؟ عملتك ايه همش؟ ياما عمر ياما قرفتني في عشتي اهون مصيبه جابتها لامك انها خلفتك يا نط. طب كده واسعه قوي. حتى بفكر اعمل في الوسط قطوع يقسمها نصين، النص الجواني اعمله مخزن والنص البراني للبيع ومقابله الزباين. الاهم من ده كله يا زينهم ان الدكانه تكون في منطقه ما يكونش فيها تجار ادوات كهربائيه كتير. لا ما فيهاش ولا كهرباء، يمكن فيها واحد ولا اتنين عندهم شويه اسلاك على شويه مفاتيح وبس كهرباء لشغلهم هم. على بركه الله هزينهم يا ابني. الفلوس هي معاك، انزل اجر الدكانه اللي عجبتك وانزل على السوق واتفرج على البضاعه واشتريها علشان تبتدي الشغل. انا مش عارف هودي افضالك عليا فين يا معلم. خلتني احس لاول مره في حياتي ان بقيت بني ادم. وانت يا زينهم خلتني احس لاول مره في حياتي ان هموت من الجوع. حالا السفره هتجهز والمسقعه زمانها اتسبكت. معقوله طنط قلت تتجوز من غير ما تعزم ماما ولا حتى تدينا خبر؟ مش مصدق جواب اخويا حسن اهو. اقرا بنفسك. الست دي تصرفاتها في منتهى الغرابه. الغرابه مش في انها ما عزمتكمش، الغرابه في انها تتجوز عم متولي الغلبان. هو مش قريبكم؟ اه ده عم مرات اخويا حسن وطول عمره ناظر على عزبه الباشا وفضل ناظر على عزبه من بعد الباشا، يعني بيشتغل عند قوت القلوب هاني. ازاي ترضى بيه زوج؟ هو مش راجل كويس؟ اه بمفاهيمنا احنا راجل طيب وامين، لكن بمفاهيم الهانم بنت الباشا راجل فلاح بيشتغل عندها تأمره وينفذ، ما يقدرش يقعد قدامها الا اذا هي اذنت له. اللي يخليها ترضى بيه زوج شريك حياه. ما قريتش في الجرايد عن بنت الباشا اللي حبت السواق بتاعهم وهربت معاه واتجوزته؟ ده طيش شباب، لكن قوت القلوب هانم مش صغيره ومش طايشه. الحب يا صديقي بيصنع المعجزات وضروري في قصه غرام. مش هتتعشى يا تولي؟ تولي؟ ايه تولي دي بقى؟ مامي بتدلعك يا اونكل. بتدلعني انا؟ امال ادلع مين لو ما كنتش ادلعها؟ ده انا عمري ما حد دلعني ولا حد امي. ليه يا اونكل بتقول امي؟ انا عايزاك تقول ماما. ماما؟ ده انا الله يرحمها لو كانت سمعتني بقول لها الكلمة الغبرة دي كانت خلت أبويا يديني علقة. كلام؟ ليه بقى؟ هي كلمة عيب؟ مش عيب ولا حاجة، بس إحنا ناس فلاحين، ما نعرفش الدلع ولا كلام الدلع. تقولي أنا هفضل واقفة بالعشاء كتير. الله، وتقفي ليه؟ ما تحطيها على الترابيزة. ترابيزة؟ لا إحنا متعودين نتعشى في السفرة. بلا سفرة بلا غير، وحطي هنا خلي البساط أحمدي، اقعدي نتعشى هنا اقعدي. فكرة ظريفة، أنا أول مرة في حياتي مش هتعشى في أوضة السفر.
وانا اول مره في حياتي اشوف مامي بتحضر العشاء بنفسها. ما هي ست البيت هي اللي لازم تعمل كل حاجه بايديها. اي مسعوده سابتنا قبل المغرب. ايه نقعد بقى ما نتعشاش؟ تولي انا عايزك تشوف لنا حل في حكايه العزبه دي. قدامنا حلين، يا تبيعيها وتشيل فلوسها في البنك وتبني لك عمارتين في مصر. لا واسيب سرايه ابويا مستحيل. يبقى قدامنا الحل التاني، تأجريها وتريحي دماغك ودماغي. واهل البلد اللي عايزين يكوشوا على كل حاجه، تفتكر يعني انه هيسيبوا اللي هيأجرها ده في حاله؟ احنا مالنا ومالهم بقى؟ اللي عايز يأجر يبقى يصطف المحل يتعرض له. هي فكره كويسه. اذا كان كده ولقيت واحد عايز يأجر من بكره أجر. بس المهم بقى تعمل عقد ايجار يربط المؤاجر، ما تخليش يتفلفص ابدا ولا ياكل علينا حقوق. خلاص بكره ننزل مصر انا وانت ودنيا ونفوت على المحامي احمد بيه فهمي. الحكايه ما تستاهلش محامي ولا غيره يا قطقط. لا علشان العقد يكون رسمي وهو بالمره متفسح لنا كم يوم في مصر. اثرت عليك؟ انا عاجبك كده فوز بيه؟ عاجبك وقف الحال اللي احنا فيه ده؟ بيومي وعرفنا متواه، ما نخلص منه بقى عشان نشوف حل. صح لازم نخلص منه. انت قلت لي كده الاسبوع اللي فات برضه ما عملتش حاجه. النهارده سايبني من اول النهار وجاي لي دلوقتي سيبني ملطوة مانيش عارف راسي من رجلي. تضحك؟ طبعا لأنك متحمس أوي. متحمس؟ أنا المرار مالي قلبي وتقولي متحمس؟ أنت عارف الجمعة اللي فاتت دي كلها أنا كنت مشغول في إيه؟ أنا أعرف من إيه؟ كنت بقدر شوية حاجات كده لزوم الشغل. شغل؟ أنهي شغل؟ بيومي وزينهم. مش فاهم. انا رحت الشارع اللي ساكن فيه زينهم وعرفت بيته. رحت امتى؟ تاني يوم شفت فيه زينهم وبيومي، وامبارح الفجر امبارح رحت هناك كمان تاني. بس انت ما قلتليش يعني. ما كنتش متاكد من الخطه اللي في دماغي، قلت اتاكد الاول وبعدين اقول لك. يعني خلاص نويت؟ طبعا دي فرصة ذهبية لازم نتخلص فيها من الاثنين. أنا النهاردة نزلت جبت آخر حتة في عدة لزماني. عدة إيه؟ قسط لبن كبير قد كده. قسط لبن؟ ما تفهمني إيه الحكاية؟ أقول لك. لبن ايه يا اخويا؟ احنا ما بنشتريش لبن. ايه؟ لا مفيش. الظاهر بتاع اللبن غلط في الشقه. قال لي راحته الله يقل راحته. خش انت يا بنت. مين؟ الله، هي تلاقيه جدك ولا ايه؟ ما قلنا مش عايزين. Thank you.
الو، منزل احمد بيه فهمي حضرتك. انا قلت القلوب كاظم. الله يسلمك. انا متاسفه، يعني انا اضطريت اطلبك في البيت بدري كده قبل ما تروح المحكمه، علشان امبارح حاولت اكلمك قالوا لنا ان الخط عندنا عطلان. متشكره قوي. انا هاجي لك انا والبي جوزي بكره. كنا في موسم السردين نطلعوا بالمراكب بالليل. بتصطادوا بالليل؟ ايوه، امال ايه، ولازم يكون القمر طالع. تبص تلاقي السردين ده ماشي في الميه زي الجيش، وقولوا فاتوا يا بعض، وتلاقي لونه في ضي القمر فضي. نرموا الشبك ونعبوا في المراكب، ونرجعوا في كل مركب طرناطه طرناطه وربع، اقلها مركب ترجع بنص طرناطه. اتفضل يا شاي يا باشمهندس، انت ناسي ولا ايه؟ ده انا كنت عايز امشي بين المغرب. من غير ما تشرب الشاي؟ معقول يا سيدي؟ كفايه غديتوني. اشرب الشاي، مفيش مروح دلوقتي، ده احنا لسه هنلعبوك عشرتين طاوله. طاوله ايه دلوقتي؟ مين في دماغ للطاوله؟ ابويا عاوز ياخد بطاره، اصل ما يسيبش طاره ابدا. الو. ايوه يا عم، مساء النور. مين يا ورده؟ ده عمي احمد بيه. الو. ايوه يا عم، الباشمهندس علي. ايوه موجود. حاضر، عاوز يكلمك. متشكر. الو، مساء النور. دلوقتي خير؟ في حاجه؟ حاضر، ربع ساعه اكون عند حضرتك. عندي ليك خبر مهم. على الله يكون خير. خير ان شاء الله. قل لي، في حد من اصدقائك هيزورك الليله دي؟ لا. ليه؟ كويس قوي. عايزك تطلع من عندي طوالي على البيت، وما تروحش اي مكان تاني. ليه؟ ارجوك تفهمني، ايه الخبر اللي بتقول عليه؟ حد من اهلي جرى له حاجه؟ لا 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 لا، شوف انت اتجهت بتفكيرك فين. امال ايه الحكايه؟ ارجوك فهمني. اصبر عليا، زي ما قلت لك عايز تطلع من هنا على البيت طوالي، ما تقابلش اي حد، لو جه حد من اصدقائك اصرفه مشي بلباقة، عايزك تكون في البيت لوحدك. حاضر. واستحسن ما تنامش بدري، عشان في ضيوف هيجوا يزوروك الليله دي. ضيوف؟ ضيوف مين؟ اللي انت مستنيهم من سنين، الشخصية الطيبة اللي بترعاك، هتيجي تزورك في البيت الليله دي. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا الضيف. الضيف؟ ضيف إيه؟ الضيف اللي أنت منتظره، الضيف اللي أنت عايز تعرفه من سنين طويلة. هو كان أحمد بيه فهمي قال لي إيه؟ أنت؟ مش ممكن. ما شاء الله كبرت وبقيت راجل. وحشني.
وحشني السنين الطويلة دي كلها. نفس النظر الطاهرة البريئة اللي انت بصيت لي بيها زمان، حتى الاستغراب اللي في البصة هي هي. حضرتك اللي بتصرف علي الفلوس دي كلها. صرفت ايه وهي دي فلوس اللي انا صرفتها عليك؟ اقفل الباب الأول. واقف عندك ليه؟ تعال. لسه ما عرفتنيش؟ الحقيقة لا، بس وش حضرتك مش غريب علي. هفكرك، بس مش عايز جنس مخلوق يعرف ان انا موجود هنا، وياريت ما حدش يجي لك هنا خالص. اكل ده انا اصلي ما اكلتش طول النهار. بالهنا والشفا. العربية الملاكي وقفت هنا، بس قدام انهي بيت؟ معلش مسير. يا لاك يا بيومي. الحمد لله. يا سلام، ده الجوع كافر بصحيح. يا ده انت عملت لي شاي كمان. اتفضل. يا سلام يا علي، من مصغرك لمكبرك وانت دايما والشخير، دايما تقابلني وانا خايف وجعان وتتسطر عليا. انا راخر اعمل لك بروجرام في دماغي هيضمن لك مستقبلك، وان شاء الله هتكون احسن واحد في الدنيا دي كلها. ايه مالك ساكت ليه؟ ما تفرفش كده وتضحك. ده انا زي ابوك، ما تحرجش مني. انا مش قادر افتكر حضرتك. طب انا هريحك سيجاره يا علي. متشكر، ما بدخنش. احسن، السجاير داء وحش بعيد عنك، ربنا يتوب علينا منها. انا بقى سيدي بيومي ابو الروس، فاكر زمان وانت في بلدكم في الفلاحين وانت عيل صغير وكنت بتلعب في الغيط اللي جنب البيت المهجور؟ فاكر المسجون اللي كان هربان وخايف وجعان وانت رحت جبت له لحمه وعيش وجبنه وقله ميه وما فتنتش عليه للعسكر؟
انت. ايوه افتكرتك انت بالظبط. يا محدش بيعذر المسجون ولا يعطف عليه ولا حد بيصدقه لو قال انه انسجن ظن. انت دونا عن خلق الله كنت الايد الحنينه الوحيده اللي اتمدت لي بالخير. صعبت عليا قوي لما عرفت انك يتيم الام والاب. وقتها ندرت ندر لله لو ربنا فك سجني وجالي فلوس ربيك احسن تربيه واصرف عليك. انا مش عارف اشكر حضرتك ازاي. ما تشكرنيش يا ابني، ده انت ابني من زمان. ومالي هو مالك، وهي الايام لفت بينا وجمعتنا تاني. لو سمحت اسال حضرتك سؤال، حضرتك اتسجنت ليه؟ ده حكايه طويله هيجي يوم احكيها لك. بس اوعى تفتكر ان انا مجرم لا سمح الله. انا ضحيه مجرمين. انا تعبان عايز انام. شيل الشنطه اللي هناك دي بمعرفتك وخبيها في اي مكان مضمون في البيت، اوعى حد يلمعها. هي الشنطه دي فيها ايه؟ فلوس. فلوس دي تبقى فلوس كتيره قوي. ده شقى عمري بحاله يا ابني. اللي في الشنطه دي كل اللي طلعت بيه من الدنيا. طب عدهم حضرتك قبل ما اشيلهم. تعد ايه يا حلوه؟ ده انت علشان تعدهم لازم تفضي نفسك كام يوم. ليه؟ هما كام؟ كتير. 300,000، 350، 360، 370، مش فاكر بالظبط. ايه مالك بلمت كده ليه؟ لا ماليش دعوه، حضرتك شيلهم بمعرفتك. حاجه تضيع حاجه تنقص. جرى ايه يا علي؟ انت بتخاف من الفلوس ولا ايه؟ دي فلوسك يا ابني. فلوسي؟ طبعا، ده انت ابني يعني وريثي الوحيد، وفلوسي هي فلوسك. اتكل على الله وخبي الشنطه دي بمعرفتك. و أنا تعبان وعايز أنام، وريني الأوضة اللي حنام فيها. اتفضل. تصبح على خير. عاش من شافك يا أوتهانم، فين من زمان؟ ما انت عارف المشاغل يا أحمد بيه. كان الله في العون ومبروك الجواز. الله يبارك فيك. ولو انكم ما عزمتوناش. أصل الحكاية تمت بسرعة أوام أوام، مش عارفة ازاي. على خيرة الله، متولى فندي راجل طيب وبتاع أصول. الله يحفظك يا أحمد بيه، ده بس من أصلك. ولو ان لي عتاب عليك وعلى أمينة، كان مفروض تدونا خبر علشان كنا نيجي نبارك. اللي حصل معاكو حصل معانا، يبقى خلصين. هي أمينة فين دلوقتي؟ في بيتي طبعا. بجد وحشاني قوي. ما انتوا حتباتوا عندنا الليله دي وحتقعدوا مع بعض وتشبعوا رغي. احنا اصلنا مش عايزين نتقل عليكم. ما تقولش كده يا راجل، احنا بقينا نسايب. خلاص يا متولي، اصل كمان أمينة وحشتني قوي. ايه رايك بقى في موضوع العزبه ده اللي وجع دماغنا؟ والله يا اوت هانم، انا عملت كل جهدي علشان ابو كف ورجالته ياخدوا جزاءهم. تشكر يا احمد بيه، او اتحكم عليهم. اللي خد 3 سنين سجن واللي خد سنه ده في الابتدائي، لكن استأنفوا الحكم ومحاميهم قدم شهود وجت شهادتهم في الاستئناف لصالح ابو كف ورجالته. طب وبعدين؟
للأسف في الاستئناف اتحكم لهم بالبراءة. براءة؟ المجرمين دول ياخدوا براءة ازاي؟ ما تنسيش ما كانش تحت ايدنا دليل دامغ ضدهم، والحكم الاولاني خدناه بمعجزة. انا كده بقى ابو كف واللي معاه افرضوا عنه من اسبوع. ايه والله جه اليوم اللي عدى فيه سوا هنا تاني. ايوه بعد سنة ونص سجن وذل وهوان. انت اللي جبته لنفسك يا فتيحة، كان لازم لسانك يعني يزلب بالكلام. ايه ماني انكرت كل حاجة قدام وكيل النيابة، هو لولا انني انكرت كنا خدنا براءة في الاستئناف. نهايته سيبك من الكلام القديم دي، وياك تكون اتعلمت من اللي جرى وما عندش تفتح بقك. ويفرض اني فتحت بقي هيجرى ايه يعني؟ خلاص عزبة الهانم ما عدناش نعتبها تاني. مين اللي قالك ايه؟ هو احنا بعد اللي جرى نقدر نخشه؟ هنخشه وهنشتغل فيها كمان، ومفيش جنس مخلوق هيقدر يتعرض ليه. ازاي بس؟ ده احنا بينا وبين الهانم عداوة ومحاكم، دي حتى سايبة ارض العزبة كلها تبور ما فيهاش قيراط واحد مزروع. من سيرها تزرعها هتبعت لنا متولى فندي يترجان. متولى فندي العريس؟ الولية تقفل تمخيه واتجوزت نظر العزبة البلاخلة، تعمل بيه ايه دي؟ كانت تتجوزنا انا كنت دفعتها، على الاقل كنت زرعت لها العزبة. طب وطي صوتك لما فكرة تسمعك تخلي ليلتك مطيبة. فتاحي ايه؟ شرواني بكرة افحطوا ارض الزريبة وطلعوا البندقيتين وزيتوهم. ليه؟ هنعمل ايه بالبنادق يا سعداوي؟ نجهزهم ليصدوا، يمكن نعوزهم في حاجة كده ولا كده. بلاش بلاش يا سعداوي، عاملة واحدة والبنادق وياني تقلب علينا الدنيا ونصبح مطاريد واحنا عندنا عيال. والعيال دول مش محتاجين هدوم واكل ومصاريف؟ مفيش حد فينا يحتكم على حتة ارض يزرعها. لا مفيش قدامنا غير حاجة من اتنين، يا نشيل فاس يا نشيل بندقية. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ياه إيه ده؟ إيه ده؟ اطفي النور مش عارفة أنام. أنت لسه هتنامي؟ يوه مش عارفة أنام يا أخي، حد يقوم بالليل يولع النور؟ ليل إيه؟ إحنا بقينا الفجر. يبقى لسه بدري. أنا تعبانة من سفرية امبارح، كنت سبتني أنام لي شوية. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، وانا صحيتك؟ انا اي ما اتوضى من سكات انت اللي صحيتك. طب خلاص ما تزعقش، الواحد يقوم من النوم يذكر ربنا في تسبيحه يقول اللي معاه صباح الخير، وانت اي ما تشتكي. معلش اعذرني يا متولي، اصل امبارح ما جاليش نوم خالص، عماله بفكر في الكلام اللي قاله لنا المحامي على ابو كف ورجالته. يعني دول وقفوا حالنا يا متولي. معلش خليها على الله وعليا، وان شاء الله نلتقي لها حل. أيوة بس احنا لازم نفكر هنعمل ايه. مش وقت كلام، عايز الحق اصلي الصبح. حاضر، ما تقوم انت كمان تصلي عشان ربنا ييسر لك الامور. حاضر. علي ما تدخلش حد، ما تقلقش، خش. صباح الخير يا باشمهندس. صباح الخير يا خليفه. النهارده الاثنين وعايز انضف الشقه. ملوش لزوم، الشقه نظيفه قوي. لا ده عايزه تتمسح وتتكنس. اصل قاعد بذاكر وعايز شويه هدوء. ولا يهمك، هنضف من غير ما اعمل اي صوت. ما بلاش النهارده، انت عارف ان انا ما بجيش غير كل يوم اثنين، الشقه هتفضل وسخه الاسبوع الجاي. معلش معلش، متشكر قوي. على راحتك يا باشمهندس. السلام عليكم. مع الف سلامه يا خليفه، مع السلامه. السلام عليكم. مين يا علي؟ ده خليفة بيجي نضف لي الشقة. مشي؟ ايوه. صباح الخير يا علوة. صباح النور. انا عايز منك خدمة صغيرة. تحت امرك. عايزك تاخد فلوس وتنزل تشتري لي شوية هدوم.
كم بدلة على كم قميص وكم جوز جزمة وكم جلابية. بس لازم أعرف المقاس لحسن أجيب الهدوم يطلعوا ضيقين. لا ما أنا عارف المقاس كويس أوي، حدي لك الفلوس بس بعد ما نفطر بإذن الله. إزاي ما عندكش معلومات عن الجريمة؟ ده أنت ساكن عند سامي نور الدين. يا فندم أنا ما بنكرش إن أنا كنت قاعد عنده من مدة طويلة كمان، بس اللي حصل ده أنا ما أعرفش حاجة عنه. معقول ما تعرفش؟ ده انت وسامي طول عمركم شركه وزينهم درويش عدوكم انتوا الاثنين، ومن راح سامي شقت زينهم عشان يقتله اكيد برضو تم بعلمك. يا سعاده البيه انا ما فيش حاجه بيني وبين المرحوم زينهم. انا يا راجل ده زينهم السبب في دخولكم السجن. معقول ما فيش بينك وبينه حاجه؟ زي ما بقول لك كده يا بيه. فوزي يا بحراوي قول كلام معقول، ما تلفش وتدور وتحاول تنكر. يا بيه العداوه دي كانت زمان من سنين طويله، لكن انا دلوقتي كبرت والزمن نساني كل الماضي. انا تبت لله، عايز اعيش المده اللي فاضله من حياتي في سلام. مصمم على الانكار بقى سامي؟ ما قالكش انه راح شقه زينهم عشان يقتلوا يا فوزي؟ هو كان من سنه قال لي ان هو عارف عنوان زينهم وانه عايز يقتله، بس انا منعته، قلت له العمله دي هتوديك المشنقه. بلاش سيبه، وكل واحد منه لله. وبعدين ما فتحنيش في الموضوع ده بعد كده. انا بصراحه افتكرت انه نسي، ما عرفتش الا النهارده بس انه خبى عني وانه كان ناوي يعملها كده اهو. طب سامي ما قالكش زينهم كان عايش مع مين في شقته؟ لا بي ما قاليش. من معاينه مكان الجريمه تبين لنا ان سامي هو اللي طعن زينهم بسكينه، ولقينا سامي مقتول بعيار نار رصاصة من مسدس، بس المسدس مش موجود. معنى كده ان في شخص تالت هو اللي قتل سامي. مين اللي قتل سامي يا فوزي؟ يا سعادة البيه انت عايز تتهمني انا بقتل سامي؟ سامي ده اخويا حبيبي، دي عشرة عمر. ما حدش اتهمك بقتله. أنا عارف إن مش أنت اللي قتلت سامي. الحمد لله. أنا بس بسألك، تفتكر مين اللي قتل؟ الله يعلم. آه ما عندكش أي معلومات تفيد بيها التحقيق؟ لا يا بيه ما عنديش. قفل المحضر في ساعته وتاريخه ومضيه. امضي. في حاجة تانية يا بيه؟ مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله. واضح قوي ان فوزي البحراوي هو اللي ورا الجريمه دي، عايز عليه رقابه مشدده ليل نهار. انا واثق ان تصرفاته وتحركاته هي اللي هتكشف لنا السر. ايه ده كله عنك يا علي. ما رضيتش اخلي حد يشيل معايا عشان ما حدش يشوفك. الله ينور عليك. دول بدلتين وقمصان وجوزين جزر. ها جبت لي فيهم جوزين كموش. شموها يعني؟ هو اسمهم كده؟ في جوز بني شموها. حلو قوي. ودول بقى الكرافتات. امال اللفه دي فيها ايه؟ دي بيجامات وملابس داخليه. بيجامات؟ ما برتاحش في البيجامات يا علي، قلت لك هات لي كام جلابيه. ما لقيتلكش جلاليب جاهزه. زي بعض. امال اللفه دي فيها ايه؟ رطلين كباب. كباب حلو قوي يا علي، ده اهم حاجه في اللي انت جبته كله. متهيألي بقى ندخل الحاجات دي اوضتك عشان نعرف نقعد. لا اقعد انا عايز اتكلم معاك شويه. اللي اقول لي يا باشمهندس، انت متوظف فين؟ انا مش متوظف. اعمال حرة يعني؟
لا صياعه حره. صياعه حره؟ صياعه يعني ايه صياعه حره؟ صياعه حره يعني ما بشتغلش. مريح يعني. مريح بس مش بكيفي. انت عايز تقولي انك ما انتش قادر تلاقي وظيفه؟ بالظبط كده. بالظبط كده ازاي؟ شهاده عاليه ومهندس زراعي ومش عارف تتوظف؟ في ازمه اقتصاديه في العالم كله، عشان كده البطاله منتشره حتى في اوروبا. اوروبا ايه واقتصاديه ايه؟ احنا مالنا ومال الكلام ده؟ انت لازم تتوظف. من غير واسطه يستحيل. واسطتك موجوده. صحيح. ايوه واسطتك قرشك. رشوه يعني؟ مش انا اللي يدفع رشوه حتى لو فضلت طول عمري عاطل. رشوه ايه يا ابني لا سمح الله؟ ده انت الفلوس موجوده عندك زي الرز. عندي انا؟ ايوه. امال الفلوس اللي موجوده في الشنطه دي بتاعت مين؟ بتاعتك. لو حبيت اعمل لك شركه اعمل لك، افتح لك مصنع افتح لك. انا مهندس زراعي ما فهمش غير في الزراعه والري. خلاص تاهت ولقناها يا علي. اشتري لك حته ارض ونعملها عزبه ومن ايرادها تعيش سلطان زمانك. متشكر قوي يا عم بيوم، وكفايه اللي عملته في السنين اللي فاتت دي كلها. وانا لسه عملت حاجه يا ابني؟ ده انا في دماغي بروجرام ولازم انفذهولك. هو انت ما بتفكرش غير فيا انا بس يا عم بيومي؟ وهو انا لو ما فكرتش في ابن حبيبي هفكر في مين؟ في نفسك. انت ما بتفكرش في نفسك خالص. ما خلاص يا ابني، وانا اخد زمني وزمن غيري. هو بقى في العمر حاجه؟ ما تقولش كده يا عم بيومي، ربنا يطول في عمرك ويديك الصحه. طول ما انت بخير يا علي انا هكون بخير. انا عموما كل اللي هبقى محتاجه حوالي 10,000 جنيه هخليهم على جنب، ولما يأذن ربنا هبقى سافر. انت مسافر؟ ايوه لازم اسافر. مسافر فين؟ بره. بره مصر؟ يعني فين؟ الشام، العراق، اي حته اروح منها على الحجاز علشان احج وازور قبر الرسول عليه الصلاه والسلام، وبعد كده اموت اعيش ما يهمنيش. ان كان على الحج ممكن تسافر من هنا على الحجاز على طول؟ ما خبيش عليك يا ابني، انا ليه عدو بيطاردني وعايز يقتلني، وكمان الحكومه بتدور عليا.